وصلت موجة الصقيع التاريخية التي تضرب الولايات المتحدة إلى شرقي البلاد بعدما حطمت الأرقام القياسية في انخفاض درجات الحرارة في العديد من المدن، وأصدرت السلطات الأمريكية تحذيرا لنحو نصف الولايات من الرياح والطقس البارد بعدما تسببت الموجة القطبية في مقتل 19 شخصا خلال الأيام الماضية. سكان نيويورك أكدوا صعوبة الحياة في مثل هذا الطقس. لا تستطيع حتى السير في مثل هذا الطقس، لا تستطيع النوم أو فعل شيء. نحن مستعدون للصيف أيها الصيف، نحن مستعدون لك. وأدت الرياح الباردة والثلوج الكثيفة في الكثير من المناطق إلى إغلاق المدارس وإلغاء آلاف الرحلات الجوية وارتفاع أسعار الوقود، فيما قالت الوكالة المشرفة على الطاقة في منطقة الأطلسي والغرب الأوسط الأمريكي إن شركات الكهرباء تكافح للوفاء بالتزاماتها بعدما تسبب البرد في إغلاق بعض محطات الكهرباء.